طبعا احنا بنشتغل هون زي ما انت شايف بالدبس والملبن العنب والزبيب والعنبية او العنطبيخ الخليلي. فطبعا بنجيب العنب بنشتريه من برا، ما عندنا اراضي، بنشتريه من الحسبة بنجيبه اول يوم بنعصره، عندنا ماكينة عصير وماء، بنعصره بنحط معاه اللي هي الحور على اساس تصفي الشوائب منه. بعديها بنغلي بالطناجر هاي الكبيرة زي ما انت شايف لتاني يوم لحد ما يصفى. تاني يوم نوزع زي ما حضرتك شايف هون على التسوتة هاي، نولع تحت النار، بياخد تقريبا من 10 ل 12 ساعة النار لحد ما يستوي. أول ما تبلش الصبح تحط النار تحته لحد ما تنزله من 10 ل 12 ساعة تقريبا بياخد. يعني دبسنا وصل وين ما كان، يعني من فترة والله على ألمانيا ناس صلوا عليه، الحمد لله الناس تطلع منه على الأردن، على السعودية، على وين ما كان، وين ما بسافوا الناس بياخذوا منه، الحمد لله رب العالمين. والله احنا بنشتغل بالطريقة التقليدية اللي أخذناها عن جدودنا، اللي هي طريقة العمل اليدوي، يعني ما بتتدخل مواكين فيها. طريقة عصير، طريقة ترويق العنب، طريقة الطبيخ، الطبيخ طبعا على النار، المطبخ على الحطب، لأنه سبحان الله الحطب له نكهة ثانية غير الغاز. حاولنا نعمله على الغاز ما طلع بتاتا نفس الطعم من مرة. طبعا عمل ممتع، هو مجهد شوية لكن انت متمتع الحمد لله في هالعمل، انا بتحسه من تراثنا، من تراثنا الفلسطيني وتراث العيلة عندنا برضو، انه كان جدودنا، جد والدي اللي هو اللي علم والدي اشتغل فيه، واحنا اخذنا هاي المهنة عن والدي برضو، الحمد لله رب العالمين.